البروبوزل صار عم اقول لك يعني صار ما بيقدر يتجوز بلا ما يعمل بروبوزل، صارت مضطر يعني. عرض الزواج او ما يعرف بالبروبوزل موضة مستوحاة من الغرب وبدأت تتطور بشكل ملفت بلبنان، لا بل اصبحت من الاساسيات عند البعض لا يمكن الاستغناء عنه. البروبوزل بلشت بالاول مثل عم بيعملوا طريقة الاجانب، بس بطريقة هيك خجولة كانت بالاول. هلا صارت اتسماس يعني لتبلش تحضير للعرس بدك تمرق فيهم انك تعمل بروبوزل وخطبه بعدين عرس، او ايام الخطبه صارت اوكي فينا نقفيها، بس البروبوزل صار شيء كثير اساسي وصار بينصرف عليه وبيتخطط له وبيتحضر له بطريقه جدا اساسيه. يعني اذا بنشوف مواقع التواصل الاجتماعي متليين الارض، يعني صار قد ما عندك اعراس قد ما عندك بروبوزل بالسيزن. تنظيم البروبوزل ممكن يوصل بالسعر يتخطى سعر عرس بكامله، وقد ما بتجن قد ما بتدفع أكتر، وأفكار ما بتخطر على البال. هلأ الأفكار قد ما نحن عنا بودجت قد ما قادرين نجن أكتر وقد ما قادرين نعمل أكتر. يعني إذا أنت عندك بودجت شوي بسيط فيك تعمل بوكي ورد، إذا عندك بودجت عالي يمكن فينا ما بعرف شو نعمل بالفلاورز. مرة بالبروبوزل كان عنا طيارة، يعني it depends، فساعتها فيك تجن قد ما بدك. في مرة بروبوزل نحن كان عنا إياه تقريباً الـ 35,000 دولار بروبوزل، اللي في عالم يمكن هلأ بعرسها ما بتدفع 35,000 دولار. يعني نحن عم نحكيك هون سيت اب ديكوريشن تصوير ذاتس ات. يعني بيكون بدهم حدا سينجر، بيكون بدهم حدا فيولونيست، كمان كلها قصص بتزيد وبتزيد. هل انخفض الطلب على هالظاهرة بظل الأزمة الاقتصادية اللي مر فيها البلد؟ ولا صراحة عم بزيد. يعني من 3 سنين لورا ما كان عنا هيدي الظاهرة، البروبوزل كانت بلشت بس مثل هلا اكيد لا. ومثل ما نحن شايفين هن كذا قطاع، يعني وفي عالم مؤثره في عالم مش مؤثره في عالم مؤثره شوي، بس انه كايفنت وك يعني الحياه مستمره وهي بارت من حياتنا، يعني انه الزواج وكل هول. من فكره وموضه كماليه الى اساسيه عند البعض، لا بل ما في بروبوزل ما في عرس.